Hello students, how are you? Today we have lesson 7 and lesson 8. أهم ما موجود بالوحدة الثالثة، الحمد لله والشكر كملنا الوحدة الثالثة لحد lesson 6. Very important، جدا مهمة. والسابع والثامن دائما بكل اليونتات، مو ذيك الأهمية، بس ما نقدر نعوفهن، لازم نوضحهن لكم. عندي lesson 7. لسن 7 هسه تروح لي بالكتاب الملون صفحة 32. حضر كتابك، دائما كل محاضرة حضر الكتاب والكراس مالتك. شوف صفحة 32 عندك، هاي هنا أنا محادثة، هاي المحادثة فوق شوف عندك كلمات بالبوكس اللي هو هذني لازم نحفظ معانيهن ونترجمهن ونحلهن داخل المربع، واضح؟ سوري. هسه نجي نحل، واضح؟ هسه شريد منك راح اترجم لك الكلمات كلمة كلمة، انت ترجمهن بالعربي او راح احلهن مباشرة ونترجمهن. هسه نجي المن الفراغ الاول، اشرحنا نخلي بالجملة locations number one locations مواقع، واضح؟ locations مواقع number two نخلي level مستوى number three sorry نمبر 2 هنا نحلها experienced نمبر هسه نرجع نمبر 1 locations نمبر 2 experienced يعني متمرس يعني خبير يعني عنده خبره خلينا نقول نمبر 3 level مستوى نمبر 4 staff ما سامع يقول استافات العباس ستاف عاملين يعني عمال عاملين نمبر 5 ادفايس نصيحة نمبر 6 كورسز فصول نمبر 7 سيوت مناسب او يناسب نمبر 8 اكسبيرينس شوف ذيك اكسبيرينسد هاي اكسبيرينس نفسها بس مشتقات ذني انتبه خاف يجنك ايضا بالامتحان هنا نتلم معلومات حاول نمبر 9 hostels يعني hostels hotel فندق تدرون بي ضفنا لها s hostels صارت second موجود يعني مجموعة من الشقق نقول number 8 accommodation واضح accommodation يعني مبيت واضح مبيت number 11 canteen هسه قلنا number 11 canteen نخلي بالمحادثة الفراغ آخر شيء عندي فراغ اللي هو 12 بقت آخر كلمة اللي هي written يعود او عودة كينتين هنا مخزن والاخري النمبر يعني الدرس السابع والثامن هذا الليسن يعني ركز لي فقط على هاي المحادثة واضح طلاب هاي المحادثة اهم شيء عندي هي بالهذن الدرسين يعني البقية كله حشو كلام زايد حش تكرم حشاك طلابنا يعني هسه حتى من تروح
ماكو شيء. أما listen 8 listen 8 فقط هنا ذاكر لي نموذج أو خطوات هنا شلون نكتب الإنشاء، والإنشاء راح يجيك جاهز وتحفظه وتروح للامتحان. هسه المحاضرة القادمة بقت عندي من أهم التمارين اللي موجودة بالكتاب اللي هي listen 9 test yourself. إن شاء الله next lecture ناخذها بالمحاضرة القادمة أو بالفيديو القادم إن شاء الله طلابنا الأبطال. بس خلي نروح للكراس نشوف إيش بيه الكراس مالتنا. افتح الكراس صفحة 68 العفو سوري هنا 64 روح لي 64. هذا عندك هنا يقول لك complete the accommodation form for yourself. هنا هذا يقول لك كمل المعلومات، يعني شلون انت عندك معاملة، هذا شوفها شلون انت عندك معاملة وتريد تملي المستمسكات مالتك. فهنا انت باشر عقبة مثلا اذا الله وفقك سبحانه وتعالى ورحت كلية وانت قسم داخلي، في القسم الداخلي راح ينطوك معاملة مثل هذا مبيت، فانت تملي المعلومات مالتك title first name family name date of birth gender والى اخره، تذني الفوق انت حسب معطياتك تمليهن. اما الجوة راح نحلهن سوية اذا تحبون مثل ما موجود، ناخذ من الفوق من الفوق راح ناخذهن اللي هو ايضا المقطع الاول طلاب راح اخليه عليك معلوماتك انت تمليها، تعتمد على الطالب لان اريد اسمك واسم عائلتك وميلادك والجندر مالتك يعني الذكر او انثى ميل او فيميل. فهذا ما علي نبي. وين اللي جوا خاف تجيك جملة يستنبطون من عنده جملتين فتجينا وين هاي بال ايضا بالفوكابولاري يعني بالكلمات الاسقاطات او البوكسز. فخنحلهن هنا السؤال الاول نمبر 6 راح يبدي الفراغ 6 شوفه. If you answer yes to any of the questions below, please give. واضح؟ Give فراغ. هسه نجي نحلهن كلمة كلمة ونترجم معانيها. هنا gives أكيد يعني هنا يقول لك إذا أنت جاوبت وتريد please give أرجوك أعطينا، إيش راح تعطيهم؟ هذا تمرين A صفحة 64 الفراغ الأول. راح نعطيهم details، نختار من الفوق الصندوق الفوق هذين الكلمات الخمسة details معناها تفاصيل. واضح؟ الفراغ السابع، الفراغ السابع راح نخلي به هنا أيضا الكلمات الفوق اللي بصفها dietary. نمبر 8، نمبر 8 راح نخلي ميديكال، ميديكال واضح. نمبر 9 الفراغ الثامن العفو التاسع راح نخلي به هنا اول كلمه اللي هي allergies، allergies سوري. والفراغ الاخير اللي هي permit، permit details تفاصيل راح اترجم لك اياهن. dietary، dietary هنا معناها غذائي او نظام غذائي او حمية غذائية. number 8 medical طب او صحة او علاجات طبي. allergies هنا حساسية، احتمال مثلا نشوف عندك حساسية او هاي لان انتم راح تصيرون قسم داخلي فاحتمال تصير عدوى. والاخيرة اللي هي permit، permit يعني اذن، يعني شلون ياخذون تصريح موافقة permit اذن. هنا انتهى ذني اهم الدروس السابعة والثامنة اهم ذني بهن فقط ذني نحفظهن. ان شاء الله مثل ما قلت لكم بالمحاضرة القادمة ناخذ test yourself. It is very important. See you later students. Goodbye.